يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد في أول الليل شديد البرودة في آخره على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على معظم محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 22، الصغرى 13، اسكندرية 20 12، مطروح 19 10، بورسعيد 20 15، إسماعيلية 22 13، وجوها معتدل. بالنسبة لي السويس 22-14، العريش 21-12، طابة 21-13، شرم الشيخ 26-17، الغداء 26-16، وجوها أيضا معتدل. بالنسبة لي الأقصر 26-14، أسوان 27-15، الوادي الجديد 25-10، شلاتين 30-17، حلايب 26-17، وجوها معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.